بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة رقم 27 سنتحدث فيها عن النكبة، عن الحرب، حرب عام 1948. قلنا في المحاضرة السابقة أن الحرب بدأت في بمجرد أن صدر قرار التقسيم في 29/11 عام 1947، بدأت الاشتباكات بين أبناء الشعب الفلسطيني وبين الحركة الصهيونية. المرحلة الأولى من الحرب امتدت من 29/11/1947 وحتى 15/5/1948. لماذا 15/5؟ التاريخ بماذا يذكر 15/5؟ إعلان قيام دولة الاحتلال، إعلان قيام دولة. هم ماذا يطلقون على هذا الإعلان؟ يطلقون عليه اسم الاستقلال. نقول إعلان، طبعاً بين قوسين إعلان. إحنا نقول إعلان قيام دولة الاحتلال التي أطلق عليها اسم إسرائيل. طب أيضاً هنالك أحداث مهمة في 15/5. هنالك أحداث حدثين أيضاً في 15/5. إعلان قيام دولة الاحتلال، انسحاب بريطانيا من فلسطين. حدث الثالث، دخول الجيوش العربية إلى أرض فلسطين، دخول الجيوش العربية إلى أرض فلسطين. من 15 المرحلة الثانية بتبدأ من 15/5 اللي صار فيه الثلاث أحداث هدول إلى أن تم توقيع اتفاقية الهدنة في شهر 2 و3 و4 و5 1900، يعني تقريبا لشهر 1/1949، وإن كان بعض الأحداث حصلت بعد ذلك خلال التفاوض على اتفاقية الهدنة، لأنه زي ما أنتم عارفين دولة الاحتلال تحترم الاتفاقيات، تحترم المعاهدات بشكل كامل، ولا كتير تحترم الاتفاقيات والمعاهدات. المرحلة الأولى عبارة، عبء القتال في هذه المرحلة وقع على ثلاث أنواع من المقاتلين، ثلاث أنواع. الفريق الأول جيش الجهاد المقدس، الفريق الثاني جيش الإنقاذ، الفريق الثالث المتطوعون العرب. طبعاً الجيش الإنقاذ هو عبارة عن متطوعين، ولكن هؤلاء المتطوعون كانوا يعني في إطار جيش، في إطار تشكيلات عسكرية واضحة ومعروفة ومنضبطة بأوامر قيادتها، لكن هنالك بعض أو الكثير من المتطوعين الذين تسللوا إلى أرض فلسطين دون إذن من دولهم، وهؤلاء أبلوا بلاء حسنا في المعارك. جيش الجهاد المقدس، احنا عارفين انه تم تأسيس جيش الجهاد المقدس في عشية الثورة الفلسطينية الكبرى، ولكن تم إعادة تشكيله في حرب 48، وهو تابع للهيئة العربية العليا، ويتكون من 5000 مناضل، استعدادهم محدود. شوفوا كل الخبرة اللي كانت موجودة على محدوديتها، بس اللي كان موجود في 36 ذهب الفلسطينيون إلى حرب 48 بدونه. أبو إبراهيم الكبير، أحد أهم مساعدي الشيخ عزيز القسام وأحد أهم أبطال ثورة 36، يقول إنه صدر قرار التقسيم وحيفا لا توجد فيها بندقية واحدة. حيفا القسام، حيفا يعني مسجد الاستقلال، مركز الثورة في عام أو أحد أهم مراكز الثورة في عام 36 وما قبل ذلك، بلا بندقية واحدة. وهذه إحدى المشاكل التي يجب أن ننتبه إليها كفلسطينيين. تراكم الخبرة ضروري جدا، تضييع الخبرة جريمة أو تقصير، أو يجب أن نهتم برصد الخبرة وتراكم الخبرة
وعلى صعيد تواصلها مع بعضها البعض، وعلى صعيد دراستها ونقدها وتعميم الاستخلاصات التي نصل إليها كفلسطينيين من هذه الخبرات التي يعني نراكمها. طبعا كان السبب الرئيسي الخلافات اللي حصلت بين أجنحة الثورة في مرحلتها الأخيرة وتعقب الاحتلال البريطاني للمجاهدين والمقاتلين والمناضين وقتلهم ونفيهم وإعدام اعتقالات وإعدامات، وهذا سجن السرايا الذي هدم هذا شاهد على ظلم الاحتلال البريطاني، لكن طبعا تم قصفه، لكن بقيت الزنازين، بقيت يعني منطقة الزنازين التي كان يوضع فيها المعتقلون في بعض مراحل التحقيق كانت موجودة هذه المنطقة، وفي كل مدينة من مدن فلسطين يوجد معتقل مثله قتل الكثير أو قتلت فيه الكثير من الخبرات اللي موجودة. اليوم المقاومة الفلسطينية من الانتفاضة الأولى وحتى هذه اللحظة، يعني بنحكي من 87 ل 2014 وإحنا على أعتاب 2015، بنحكي عن حوالي قديش 27 28 سنة، هنالك تراكم جيد للخبرة، خبرة المقاومة. لذلك شهدنا في العدوان الأخير على غزة شهدنا تألق للمقاومة، رفع معنوياتنا جميعا. نحن بحاجة إلى تراكم مثله في الجانب السياسي، وإلى تراكم مثله في الجانب الاقتصادي وأكبر منه أيضا في الجانب العسكري وفي السياسي وفي جانب المقاومة. قوات الجهاد المقدس قامت بنصف الشوارع داخل الأحياء اليهودية، قامت بنصف مقر الوكالة اليهودية، قامت بالتصدي للصهاينة في معركة القسطل، و في يعني طبعا عبد القادر الحسيني ذهب إلى الجامعة العربية اللي طبعا أصبحت يعني مسؤولة عن قضية فلسطين، ذهب وطلب أسلحة، طلب أسلحة من الجامعة. في البداية طبعا جامعة الدول العربية لحظة صدور قرار التقسيم استعدت أن تعطي أسلحة للفلسطينيين، فاستبشر الفلسطينيون خيرا أنه سيكون معنا أسلحة سنقاتل، وجربوا حالهم الفلسطينيين في ثورة 36. لكن بعد ذلك غيرت جامعة الدول العربية قرارها وقالت لا، نحن الذين سندافع عن فلسطين. أحبط القادة بالذات الحاج أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني، كيف بدك تجيب جندي عربي وبيعرفش المناطق لكي يقاتل عصابات صهيونية، جيش نظامي غير مدرب، كلها كانت جيوش فقط من أجل التشريفات واستعراض حرس الرئاسة واستقبال الضيوف. كيف ستقاتل عصابات سرية وفي أرض هي لا تعرفها وغير مدربة يعني للقتال فيها؟ الفلسطيني هو الذي يعرف المكان وهو الذي يستطيع أن يقاتل. طلب عبد القادر الحسيني أن يزود من جامعة الدول العربية أن تزود الفلسطينيين بالأسلحة، فرفضوا. فعاد إلى فلسطين، لكن قبل خروجهم للاجتماع قال لهم يعني أنتم تتحملون كل المسؤولية عن ضياع فلسطين إذا تمكن الصهاينة من السيطرة عليها. وذهب، وهذا جيش الجهاد المقدس خرج للقتال بدافع النخوة، خرج للقتال بدافع أداء الواجب. والقصة اللي قلت لكم إياها في محاضرة سابقة عن المرحوم عبد الوهاب المسيري رواية عن أحد أبطال ثورة القسام اللي قال فيها أنه إحنا كنا نعرف أن أسلحتنا قديمة وأننا قد نقتل عندما نستشهد عندما نخرج، لكننا كنا نخرج أداء للواجب حتى لا يقول أبنائنا أننا قصرنا، حتى لا يقول أبنائنا أننا قصرنا عن أداء الواجب. خرجوا بهذه الطريقة رغم الإمكانيات البسيطة والمحدودة والمتواضعة على صعيد أعداد المقاتلين وعلى صعيد الإمكانيات الموجودة بين أيديهم وعلى صعيد التدريب أيضا الذي يعني يحظون به. ورغم ذلك لعند شهر 3 1948، من شهر 12 آخر 11 أول 12 1947
حتى شهر 3 1948 والمجاهدون والمناضلون والمقاتلون الفلسطينيون يسيطروا على الموقف. تعرفين عندما أعلن قرار التقسيم كم كان في يد الحركة الصهيونية من أرض فلسطين؟ فقط 8%، فقط 8% من أرض فلسطين، وبقي المقاتلون يصدوا وهم أصحاب اليد العليا. طلب الصهاينة في شهر 3 من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لكي تضع حدا لإيش؟ أو لكي تطلب، لكي تفرض هدنة، لكي حدا للقتال وتفرض هدنة. الآن في شهر 3 مين اللي بيقاتل؟ مجاهدين، مناضلين، ثوار، سلاح الواحد في إيده وفراشه الأرض والحافه السماء، بعيش بالمغارة وبالكهف وعلى رأس الجبل وفوق الشجرة. من الذي يستطيع أن يفرض عليه هدنة؟ من الذي يستطيع أن يفرض عليه وقف القتال؟ لا أحد، لأنه كل المقاتلين لم تستطع أن تفرض هدنة. مع مين بدها تحكي؟ مع مين بدها تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هدنة؟ لم تستطع. حينها خشيت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون الحركة الصهيونية قد فقدت القدرة، أو أنها لا تمتلك القدرة على تطبيق قرار التقسيم وإقامة دولة على جزء من أرض فلسطين. فماذا فعلت؟ تقدمت بطلب للأمم المتحدة لإلغاء قرار التقسيم وفرض الوصاية على فلسطين، بحيث تأتي الأمم المتحدة أو تأتي قوة أجنبية تكون هي الحاكمة لفلسطين. هنا جنون الحركة الصهيونية، وبدأت بتطبيق خطة كانت معدة سلفا، يعني ليست ردة فعل، كانت معدة سلفا، بسموها الخطة دالت. دالت يعني حرف الدال، باللغة العبرية بيقولوا بسموه دالت، وهذه تعتمد على قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين لردع كل من يبقى على قيد الحياة من أبناء الشعب الفلسطيني وإجباره على أن يرحل. وبدأوها بدير ياسين، بدأوها بدير ياسين. على فكرة أحد الذين شاركوا في مجزرة دير ياسين والدة سيبي ليفني، هذه اللي حمامة السلام، اللي يعني انه بيتوقعوا انه تكون، يعني لو كانت في موقع متقدم او التي يرغب ان يفاوضها الكثير من المفاوضين. اغتالت فتح الشقاق، هي ذهبت للفندق اللي كان مستضيفينه فيه ومتها قتلته، هي اللي النار، هي والكوماندوس. يعني أنا لا أعرف حقيقة، المعلومة أنا لا أعرفها، كل ما أعرفه إنه ممكن، أنا لا أعرف هذه المعلومة، كل ما أعرفه إنه ما مساهمة تسيبي ليفني في الموساد حتى هذه اللحظة لم يكشف عنها، حتى هذه اللحظة هذا الذي أعرفه، حتى هذه لم يكشف عن مساهمتها في الموساد. وقطع علاقتها أو انتهاء عملها في الموساد كان قبل اغتيال فتح الشقاقي، كان قبل اغتيال فتح الشقاقي، هذا ما أعرفه، لكن ربما يعني هذا ما أعرفه من خلال ما قرأته عن، لكن ربما توجد أشياء أنا لا أعرفها في هذا المجال. الآن والدها الذي تفتخر به، إنه وتفتخر بما قام به في حرب 48، من أهم إنجازاته كانت مجزرة دير ياسين أو مشاركته في مجزرة دير ياسين. إذن عندنا جيش الجهاد المقدس اشتغل، قام بالواجب بإمكانيات بسيطة ومحدودة جدا، واستطاع أن يحمي مدينة القدس. شوف الحركة الصهيونية شددت واجتهدت بشكل كبير جدا على أن تحتل مدينة القدس، لأنه أرادت أن تربط بين مستوطناتها الموجودة على الساحل يافا تل أبيب، وأن تربطها بمدينة القدس، لكنها لم احتلت جزءا
من القدس والشق الغربي من المدينة، أما المدينة القديمة والجزء الشرقي من المدينة فلم تستطع يعني القوات الاحتلال، وكان الفضل بشكل رئيسي وأساسي لقوات جيش الجهاد المقدس الذين دافعوا يعني عن هذه دافعوا عن هذه المدينة ببسالة كبيرة جدا. الفريق الآخر أو قلنا جيش الجهاد المقدس أن جيش الإنقاذ، جيش الإنقاذ هذا كان من المتطوعين العرب وكان على رأسه فوزي القوقجي. احنا ما رأينا اسم فوزي القوقجي قبل ذلك في ثورة 36، جاء متطوعا وكان له دور حسن. دخل تشكل جيش الإنقاذ بعد صدور قرار التقسيم، وكان في إلحاح. طب يعني بدكم تدخلوا الجيوش من قبل القيادة الفلسطينية الهيئة العربية العليا، طب بدكم تدخلوا الجيوش العربية، دخلوا. أبدا، عندما يخرج البريطانيون من فلسطين يمكن أن ندخل الجيوش العربية. طيب جيش الإنقاذ دخلوا، بدأ يدخل جيش الإنقاذ بالتدريج من شهر 1 1948، وكان له دور في شمال فلسطين على وجه التحديد. كان لديه هجمات على مركزة على المستوطنات، وأيضا ساهم في صمود منطقة شمال الضفة الغربية بطريقة جيدة. الآن المقاتلين الصهاينة كانوا أكثر عدد وعدة وتدريب بشكل لا يقاس. ليش كانوا أكثر عدد وعدة وتدريب؟ شاركوا في من خلال فيلق يهودي مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، واستفادوا خبرة الحرب العالمية الثانية. العرب سواء جيوش عربية أو حتى الفلسطينيين لم يكتسبوا هذه الخبرة، مش موجودة عندهم كانت خبرة الحرب العالمية الثانية، وطبعا خبرة الحرب العالمية الثانية خبرة كثير كبيرة. وقلنا حصلوا على أسلحة كثيرة. كمان بريطانيا عندما أعلنت أنها ستنسحب في 15/5، لكنها بدأت تنسحب في وقت مبكر دون أن تعلن، دون أن تخبر الفلسطينيين والعرب بذلك. بدأت تنسحب في 20/4/1948 بتنسيق مع الحركة الصهيونية. وبعدها طبعا هم كانوا بيطلعوا من هان، فوجئ الناس في الصباح بإطلاق كثيف للنيران في مدينتي يافا وحيفا، ودخلت الحركة الصهيونية، تم تسليم مدينة يافا وحيفا. طب هل مهم لماذا فعلت بريطانيا ذلك؟ استلام مدينة يافا وحيفا أو تسليم يافا وحيفا للحركة الصهيونية مهم جدا. موانئ بيكون كل الدعم سيصل بسهولة ويسر للحركة الصهيونية، سواء كان دعم بالأسلحة، دعم بالرجال، دعم بالمؤن، دعم بالأموال، كل أنواع الدعم ستأتي بسهولة ويسر للحركة الصهيونية. وأيضا تمكنت في هذه المرحلة الحركة الصهيونية أن تسيطر على يعني قلنا حيفا ويافا وطبرية وبيسان وصفد، سيطرت عليهم قبل دخول الجيوش العربية وقبل إكمال الانسحاب البريطاني من فلسطين. القوات العسكرية الفلسطينية والعربية كانت ضعيفة جدا جدا. اللجنة العسكرية العربية التابعة لجامعة الدول العربية كلفت بعمل دراسة عن واقع الجيوش أو القوات التي ستقاتل على أرض فلسطين. عملت دراسة وطلعت تقرير لجامعة الدول العربية وأخرجت أصدرت تقرير لجامعة الدول العربية. كان مفاد هذا التقرير أن الجيوش العربية والمتطوعون أيضا، أن الجيوش والمتطوعين إمكانياتهم محدودة وضعيفة وغير مؤهلة
للقتال وأنها بحاجة إلى الكثير من التجهيزات حتى تستطيع أن تواجه الحركة الصهيونية. لكن طبعا إذا أنتوا عملتوا حاجة جامعة الدول العربية بتكون عملت، بقيت الأمور على حالها، لم يقم أحد بعمل شيء على الإطلاق. طبعا رفضوا على الإطلاق يعني السماح لبريطانيا، أيضا رغم الحالة الجديدة التي نشأت رفضت السماح للجيوش العربية بالدخول. عند 15/5 دخلت الجيوش العربية فلسطين، لكن هذه الإمكانيات كيف كان استعدادهم للمعركة؟ في خطط كان، في تشكيلات عسكرية كانت. يعني أنا أذكر يعني بيكفي بعض المعلومات البسيطة، يكفي بعض المعلومات البسيطة حتى تظهر صورة الاستعداد. في جامعة الدول العربية اختاروا أن يكون الملك عبد الله ملك الأردن هو القائد الأعلى للجيوش العربية، وبالتالي الجيش الأردني هو اللي بده يكون يعني على رأس هذه الجيوش. مين قائد الجيش الأردني؟ جلوب باشا بريطاني. بريطاني. عارفين الجيش الأردني الذي دخل فلسطين، الجيش الأردني الذي دخل فلسطين كان فيه 50 ضابط، 48 منهم بريطانيين أردنيين. الجيش المصري هيكل، هيكل محمد حسن هيكل كان بيعطي بيحكي عن حرب الثمانية، عن حرب الثمانية وأربعين. كان هو مراسل في فلسطين ينقل أخبار الحرب، فكان بيحكي عن استعدادات الجيش المصري. بيقول إنه طلب من أحد الجنرالات اسمه المواوي باشا أن يجهز نفسه للذهاب إلى فلسطين ولخوض المعركة هناك. فالمواوي باشا قال طب احنا، بيقول للحكومة يعني واحنا ما فيش عندنا يعني امكانيات، فيش اسلحة. قالوا له بسيطة، انت بس تروح تصل فلسطين الاسلحة بتلحقك، يعني بتجي اسلحة مش مدربين عليها الناس. طيب ما عندناش سيارات، فيش عندنا آليات عسكرية تنقلنا. قالوا له بسيطة، دبر حالك، استأجر سيارات من شركات سياحة، حتى جيش بده يطلع بسيارات. نعم رايح يطش، متعمدين بالقصة. طيب احنا بنعرفش الطريق، احنا يعني الطريق بالنسبة لنا يعني كجيش وكذا وغيره. قالوا خط السكة الحديد بيوصل، خط السكة الحديد بيوصل. هذا كلام هيكل، هذا كلام موجود يوتيوب. فيش استعدادات، لم يكن هنالك. أنا أقول إسرائيل دولة الاحتلال لم يقاتلها العرب، هي قاتلت العرب، هي اعتدت على، لكن ما حصلش معركة حقيقية، عارفين المتطوعون الذين جاءوا من الدول العربية بدافع النخوة أيضا وتلقوا تدريبات بسيطة على أيدي بعض الضباط أصحاب النخوة وأصحاب الشهامة وأصحاب الحس الوطني والقومي والعروبي والديني، من قبل تلقوا بعض التدريبات. هؤلاء تمكنوا من أن يثخنوا، يعني أنا وإحنا طلاب في المدرسة كان أيامها الطريق مفتوحة بنروح القدس وبنيجي، خرجنا في إحدى الرحلات إلى القدس و ذهبنا إلى صور باهر، قرية بجوار القدس، صور باهر. ذهبنا هناك يعني في بعض سكان القرية أخذونا على رؤوس بعض الجبال ورأينا الخنادق والاستحكامات التي أقامها المتطوعون، وكانت لازالت موجودة حتى تلك اللحظة.
ويعني تم شرح لبعض يعني العمليات التي كان يعني يقوم بها هؤلاء المتطوعون، شيء كان راقي كثير من هؤلاء الذين جاءوا بدافع النخوة وبتدريب بسيط وجاءوا على حسابهم من قطع الصحاري والمناطق الواسعة والشاسعة، وجاءوا إلى فلسطين وقاتلوا على أرض فلسطين، استطاعوا أن يحققوا نتائج. أنا بقول لكم الوضع كان لصالح المقاتلين، لصالح المجاهدين الثوار، حتى قبل مجيء دخول الجيوش العربية إلى فلسطين. وأنا أكاد أجزم أنه لو لم تدخل الجيوش العربية إلى فلسطين في ذلك الوقت لربما تمكن الثوار من تحقيق نتائج يعني أفضل. الجيوش غير مدربة، الجيوش غير مدربة، غير مؤهلة، غير قادرة. وطبعا أغلب الأنظمة التي كانت موجودة في ذلك الوقت كانت تابعة لبريطانيا بطريقة أو بأخرى، لم تكن البلدان قد يعني أخذت استقلالها بشكل حقيقي وبشكل جاد. يعني بعض الأشياء التي كان يقوم بها المتطوعون، مثلا مستوطنة كفر داروم اللي على طريق دير البلح، الآن طبعا هي مش موجودة، وإن شاء الله كل هذه المستوطنة التي تسمى إسرائيل يعني أن تختفي عن الوجود وأن تتحرر فلسطين بالفلسطين. هذه المستوطنة موجودة من قبل 48. هذه المستوطنة كانت موجودة قبل عام 1948. تمكن المجاهدون من طرد المستوطنين منها أكثر من مرة بعد دخول الجيوش العربية، وكانوا يسلمونها للجيوش، وكان يعود المستوطنون لكي يأخذوا هذه وهذا تكرر مع أكثر من مستوطنة، هذا تكرر مع أكثر من مستوطنة من المستوطنات التي يعني كان المجاهدون والمتطوعون العرب يقوموا ب يعني السيطرة عليها.